أمين بومدين، مرحبا به. مرحبا بك أمين. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا. يعطيك الصحة أمين بومدين. كذلك مشاهدينا أدعوكم لمشاهدة هذا التقرير اللي أعدته الزميلة سمية سلطان، ونعاود نرجع. كم هو صعب أن تفقد والديك في طفولتك، وكم هو مؤلم وشاق أن تضطر للعمل وأنت دون سن العشر سنوات. صرات لي أكسيدون قياترا من هذاك العام، وأنا سوفريت هنا بزاف، زيد الناس يخزروا فيك خزرة ماشي مليحة، ما تقول لي حقروك بالخزرة ديالهم. ماذا بيا إن شاء الله نطلب من الناس تعاوني باش نروح إن شاء الله للألمان ندير لي بروتيز تما ان شاء الله، يسقى قيمه 700 مليون سنتيم. كؤوس عرقم تجرعها عمار مجبرا، اصابه الياس فحاول وضع حد لحياته. بلاد احنا تاعنا معاقي سفري بزاف في البلاد، ولحقت وين حتى سيد ننتحر شعر مخطره، ومن بعد الحمد لله دوكا مازال الامل الحمد لله. 700 مليون سنتيم قيمه عمليه عمار لوضع رجلين صناعيين بالمانيا. وبتمني ان شاء الله نولي كيما انا كيما الناس. راح نتكلم، وانا فعلا ما لقيتش واش نقول يعني بعد ما سمعت، لكن نعطي الكلمه لمعمر. السلام عليكم. سلام. عاود حكينا بتفاصيل كيف الحادث هذا، يعني كيف حتى لقيت روحك هذا. ان شاء الله. اولا نشكروا قناه البلاد. نعم. على الحصه هذه اللي داروها ويعطيهم الصحه. انا كنت صغير، كنت مع بابا ويما ربي يرحمهم. الله يرحمه. كنت صغير ورباني كما قال لكم رباني جدي. تبكيش خو ميسيون مازال ليسبوار. ها تفضل امين تفضل. ما تبكيش خو، مازال كاين الخير ان شاء الله، وكما نقولوا باباك ويما كمرضين عليك، ومازال كاين لي سبون ان شاء الله. ماذا بينا حنا البكا هذا ان شاء الله يكون بكا تاع فرحه ان شاء الله. ان شاء الله امين. الحاج، انت معمر كي تشوفه يبكي في الدار هكا، يقعد يعني في يتفكر، واش بيحكي لي شي على معمر حياته اليوميه في الدار؟ إيه هو يتفكر في الليل كي يجي يرقد يتفكر، وانا نصبر فيه ومتانس ليهم، عايشين مع بعض انا وياه، انا متكفل به، انا هذه هي الحياه تاعو. ربي الله يشفيه. معمر، هذا قضاء وقدر، لكن انت حبيت تحرق. علاش حبيت تحرق؟ سيت شعر مخطره، حاب نخرج من البلاد هذه. ما راك المعوق في بلادنا صعيبه شويه باش تعيش، مع النظره تاع المجتمع لك ماشي مليحه بزاف. ما تقدرش، ما نقدرش نحكي لك، ما نقدرش نعبر لك. ديجا كاين صحابي بزاف كانوا صحابي، صح صحابي منا يوقفوا معاك منا، بصح يكرهوا ما يجي نهار ونكرهوا ما يبقاش دايما معاك، يدوك يجيبوك منا. كرهت انا، حبيت نحرق، ما صدقت لي سيز خطرات، ما قدرتش نروح، لحقت حتى وين سيت ننتحر. علاش بصح على قطعت لي ياس. اسمح لي معمر، معليش. تفضل. الانسان شويه يكون عنده الايمان في قلبه، على بالي سي با فاسيل، على بالي سي با فاسيل فريمون. مي انا نشوف باللي لونديكاب، انا ما نشوفوش الاعاقه، ما نشوفهاش جسديا، نشوفها هنا. سما اذا كان عندك كوراج وعندك المورال وعندك لا فولونتي هذيك، تقدر يعني تتحدى هذيك الاعاقه تاعك. هذه النقطه الاولى، ماشي نلحقوا الدوغري تاع انتحار ولا الدوغري تاع ما محراقه، حتى هو حراقه على اي واش. مثلا واحد مثلا معمر زعما نقول لك مشيت وحكمت البحر وكذا، ما بالكش اصلا الناس كنت تلحق اسكو ما تلحقش، ما بالكش اسكو ناس يعني ما عندهمش مشكل، يعني ما عندهم حتى مشكل، و ربي يرحمهم ولاو في صنادق ولاو في الحباس ولاو في كذا، فما بالك انت من قبل قلت واحد الكلمه، قال
اصدقاء تاعي شحال ما حنا عياو ويكرو مني، فما بالك في غربه شكون راح يرفدك؟ وكان ما نرفدوكش حنا، وكان ماشي الشعب الجزائري اللي خاوتك كدا يرفدك، شكون راح يرفدك؟ مين المحال هيك؟ تفضل تفضل معمر. الحاجه اللي زادت اثرت عليا شغل كنت صغير، صح درت حد مرور مع باباوي ما ربي يرحمهم الله يرحمهم، وبعد موراه حبيت نخدم، حبيت شغل ندير حاجه هكا، زاد صرات لي اكسيدون قطعوا رجليا، شغل نورمال هي حاجه تاع ربي، بصح انسان داخل باش يتقبلها شغل ديفيسيل شويه، مع الناس ثاني تخزر فيك وهذيك الخزرك شغل هي اللي تزيد عليك، ما على باليش انا بتخمم تخمام انا ما باليش كنت نخمم، شغل الحق لا غالب. معمر اليوم نسمعوا فقط راي رئيس الجمعيه سي نصر الدين عزوز، احكي لي شويه كيفاش حتى اكتشفت معمر، كيفاش حتى ساعدتوه، كيفاش حتى تكفلتوا به، احكي لنا شويه يعني. الله يحفظك بارك الله فيك. انا نقول لكم باللي جمعيه تيسير الخير كانت الاهداف تاعنا قفه رمضان، كما كل شهر رمضان نعاونوا النساء الارامل، والاخ معمر لفت الانتباه تاعنا لانه سمعنا باللي الحاله تاعو معقده نوعا ما بالنسبه له يعني، وحاول انتحار، ولهذا الجمعية اتخذت القرار باش تعاونوا إن شاء الله، ولما لا نحلوا هذا العذاب إن صح التعبير اللي راهو عايشه إن شاء الله خونا معمر إن شاء الله، وهذا الشيء ماشي صعيب على الشعب الجزائري تاعنا، وربي يحفظكم إن شاء الله. آمين يعطيك الصحة. وإحنا لا يمنا له مبلغ لحد الآن تقريبا 160 مليون، وان شاء الله ربي يوفقنا المبتغى تاعنا ان شاء الله. امين. يلزم له تكفل كبير حتى من جهه العائله والاصدقاء والمجتمع، لازم يدعموه باش يكون مرتاح نفسيا حتى يكون عنده امل اكثر. وانا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى في اقرب وقت لو يشوف في الحصه في اقرب وقت اللي يقدر يعاون من 100 فراك للاصوم فينال لا صوم توضال، ويوصي تاني أنه فيه مفاجأة اليوم. آمين. أيضا فيه مفاجأة. أنا حبيت مفاجأة بشرك بشي، لكن فضل أنه ضيف الشرف تاعي هو اللي بشرك بهذا، تعطينا البشرة. آمين. معطي دكتور البشرة طبعا. معمر هي شوف كيما كتب ربي، وصلت لك الحادثة كما كتب ربي اليوم، ويعني قناة البلاد والجمعية لمولك يعني لا صوم كومبليت كومبليت سي سا لا صوم كومبليت، وبربي ان شاء الله ندير الانترفونسيون تاعك، وكما نقولوا ان شاء الله فيها خير الحمد لله يا ربي. معمر معمر ما تبكيش، معمر قدرت البرنامج اليوم قدر يجمع لك المبلغ اللي خصك كامل 550 مليون سنتيم. والآن شفت الشاك في يدك. بالك حساب عليا رئيس الجمعية، هذا ما تحت واحد، هذا خير تاع ربي سبحانه طبعا، والله خير تاع ربي، ربي رزق ناس وناس كانوا السبة، وهذا خير تاع ربي سبحانه. معمر واش تقول؟ الحمد لله دوكا نقدر نعاود نولي كيما كنت، نقدر ان شاء الله نعاود نوقف على رجلي، انا ماني طالب والو، انا طالب برك نعاود نوقف على رجلي، هذا ما كان، وكثر خير الناس اللي عاونتنا. يعطيكم الصحه رئيس الجمعيه، ربي يحفظكم يعطيكم الصحه، وتحيه الجزائر ربي يحفظك. كلمه المعمر تفضل. معمر تفضل الحاج دقيقه تفضل. معمر حاب يتكلم. معمر في الشاك هذا تعطيني لي راو عندك الشاك. الشاك الاخر بسك سمعت رئيس جمعيه دوكا قال بلي دخلت 160 مليون، وهي نورمالمون دخلت 270 مليون. يعني كيف ما فهمتش المبلغ؟ نعم. دخل ب 270 مليون. لا 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 غلط. دقيقه بلال نطلب المخرج يحبس لي الموسيقى فقط. انا لحقتني معلومه باللي دخلت 270 مليون. سمعك سرق فيا باللي ماشي سرقتك، باللي الناس هضرت لي باللي المبلغ اللي ديته شريت بدلت طوموبيل
وما تقولش كاع عاونت ولا بس انت يا سراق حنايا دوك نتفقوا باش لا 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 مفضل جيت للحصه هذه باش نتبرعوا له ورانا اللي يملى له المبلغ ديالو اللي كان مطلوب باش يدير ارجل اصطناعيه وهذا حق الخير يا معمر يكثر خيرك هذا الشاك هذا حطوه لهنا وانا كي وليت تنكر الخير هاك الشاك اديه وديجا هذه هذا الكرسي المتحرك شنو عطاه لك؟ الجمعيه خلاص هارا شوف اروح اصبر هارا الكرسي شوف يا انا الكرسي هارا الكرسي انت جاي على بالك الكرسي تاع الجمعيه نديها انا تدي الكرسي كيما هذا عليه انت جاي نديك الكرسي للجمعيه انا اسمع الكرسي تاع الجمعيه واش بك انت جاي مشي لا امين امين بلا سبب هذا الكرسي تاع الجمعيه ذكر الخير يعني الكرسي تاع الجمعيه واش لكن علاش تنفعل علاش تنفعل والله ما نبوجي منه خلاص اروح خدام مسخه بيا جاي بينا الايميسيون ايميلياسيون خو سيد اونديكابي هبطوا في الارض واش حق جا واش كاين ندي الكرسي اسمع امين لا لا هاي قال ريسبونسابل ولا بلال بلال ريسبونسابل بلال خرج سمح لي هذا خرج دوكا حتى بلال خرج عيط احمد عيط لي البلال احمد عيط لي البلال احمد عيط لي البلال انت اسمح لي اخويا انت يا انت رئيس الجمعيه وكذا تبزلس به نداب معك ياك حتخلعني خلاص خلاص امين من فضلك اجلس سيدي اجلس اجلس سيدي اجلس سير 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 ملايك امين ما تنساش روحك يا اخو شبيه خليها خليهم بيناتنا لا نخرج انا يا اخو نخرج اسمح لي اسمح لي معليش نخرج يا اخو هاك هاك الميكاب لا جيبوا لنا دي زيميسيو يهبط في السي دون دي كابي كوكب في الارض يا وين ما كانش انا ريسبونسابل جوني عيط البيله كار خير انت عيط البيله انت كار خير هذا 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 معقد معقدينيا مهبول هذايا حيطوا لنا لو اسمو تقولوا لي خليه بيناتهم والسيده وحبيها بقاو في الله تكبروا فينا واش كاين واش كاين انا هنا واش كاين واش كاين ما تحشمش انت على بالك راك فسدت لي البرنامج يا سيدي قاعد انا جلس خلاص امين سراق ما تحشمش امين سراق ما تحشمش احمد عيط بلال احمد زيد تحلف فيا تسنى فيا برا قعد هنا قعد زيد تحلف فيا جيبوه هنا بعد اروح اروح شدو هو قعد هنا ابقى هنا لا تبقى عند هنا خلاص قدامي ما تبقاش اعطيني الكرسي خلاص سراق هذا سراق هذا سراق هذا انا جيت بلعاني باش نكشفوا على المباشر سراق هذا اعطيني الكرسي راح يدك راح يدك راح يدك اصبر امين خلاص دوك ما بقات لا ايمس ولا والو بيناتهم واش بك انت وانت مخلينو يكاوكاو فيه في الله ولا يخلص بيناتهم نتوما عباد ولا كليتو قلبكم نخرجوهم نورمال نخرجوهم مشاهدينا الكرام امين بومدين كان ضحيه الكاميرا خفيه ردوا بالكم سيزون 3 واش رايك خويا امين شت الفيتيار وخدمه لا هي شوف هي رساله الاولى اللي ثقيله وانا نعرفو سالم ما قدرتش اصلا نخمم في سالم في لو مومون هذاك باسكو كانت بوزيسيون دو بوين فور اللي كان ليا كانت على خونا معمر يا هكذا خونا معمر الفيتيار وكذا ومن بعد انا من بعد كيبدا يقول هكذا باسكو سيت اون رياليتي يعني نشكركم على هذا السوجي تسمى كان عندي شك انه واش كان يهدى معمر صح بصح ما نقدرش ندخل قلت بالك بيناتهم بعد ماما وخو انا حاولت قعدت نقول حاولت خو في كوتي اسمه لوفيتي ما تقدرش امبوسيبل سيتو كي تكون يساجي دي تخوك تاع الخير وكذا ما تقدرش تشك واش نقول لكم نقول لكم يعطيكم الصحه هو عندي مده ما حكمونيش كاميرا كاشي انا نحكم لك ما عندي مده ما نمشيش بزاف هكذا لي زيميسيون وما ما فريمون فرانشمون والله غير فوزات كوميديا يا خو عندنا طاقات عندنا مواهب دي ميساج حبينا نلحقوهم لا ما شاء الله على الحرقه على لسان لي زانفيتي تاعنا انت ديجا كنت تهضر الحرقه ماشي مليحه تهضر على الانتحار ماشي مليح وكنت تهضر باش يعاونوا لي كا كيما اخونا معمر وان شاء الله يلحق لو ميساج تاعنا ردوا بالكم ربي يحفظكم